قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة متميزة بعنوان العطاء وقت المحن، حيث ناقشت الحلقة عدة محاور في ظل الحرب الدائرة في غزة والوضع الإنساني في القطاع وكيفية المساهمة في تنمية روح العطاء. فإلى هناك، احنا هون في النورسات كمان عم نشجع كل الأشخاص، وحلقتنا عم تتحدث عن العطاء في وقت المحن، وهذا واجب على كل إنسان مسيحي بيشوف أخيه محتاج أنه يساعده بكل إمكانياته، إمكانياته المعنوية وإمكانياته الجسدية وإمكانياته المادية والإمكانيات الاجتماعية ومواهب اللي ربنا حباها فيها، إن كان الكاتب أو الشاعر أو المونتير أو المخرج أو اللي بيصور أو الفيديو. يعني كتير في مشاهد من غزة مصورين عم ينقلوا لنا الأحداث وإحنا عم نتابعهم وعم ينقلوا هذا الوجع الكبير، فبهيك عم بيقدروا يساعدوا. إحنا عم نساعد، عم نحكي عن المواضيع هذه، نعم، وعم نحث الناس إنها تساعد، اللي بيقدر ماديا يمد إيده ما يبخل على أخيه الإنسان المحتاج، اللي معنويا تقدروا إنكم تحكوا كلام تساعدوا فيه الآخرين، تصلوا. يعني الصلاة معنويا، لما بنقول كيف بدي أقدر أساعد معنويا، ممكن أصلي، أكرس هذا الوقت من هذا الزمن اللي منحضر فيه للميلاد. وكمان زعلنا كتير إنه فيش بازارات وما في احتفالات وما في إضاءة شجرة وما في سانتا كلوز وما في هدايا. نحن نكرس هذا كلياته من أجل السلام، نكرس هذه بالصلاة، إن كان بالصلاة بالمسبح الوردية، إن كان الصلاة نقدم نوايانا قداس على نية هدول الضحايا وشهداء غزة، وأيضا نكثف الصلاة في بيوتنا. ممكن نضوي دائما الشموع أمام أيقونات القديسين أو أيقونات أمام الصليب المقدس، ممكن أضوي شمعة أو أضوي زيت، أنه دائما مضاء في البيت للصلاة من أجل السلام من أجل غزة. إيماننا إيمان رجاء، إيمان الألم ولا عدم اليأس والإحباط، ودائما يكون عيوننا مرفوعة إلى السماء ورجاءنا كبير في الله، إنه هو نحن أبنائه وهو متكفل فينا، فهو اللي خلقنا. آمين. فإذا حياتنا نحن الأرضية إذا ما كانت من أجله ولأجله، فما هي حياتنا؟ بالضبط. وإنجيل متى الفصل 5 كاملة من أول التطويبات، هو بيعكس ان يسوع الحكي اللي بتحكي يسوع، يعني طوب قال هنيئا حسنا. نعم. نياله الانسان اللي 1 2 3 وكل هالتطويبات للحزانه للمجموعين. نعم. للمتالمين للمضطهدين. نعم. وهذا كانه بيحكي عن اهل فلسطين بشكل مباشر، هذه المعاناة، هذا الألم، هذا الوجع. وبنشوفهم على شاشات التلفزيون لما يوقف القصف بيلعبوا كرة قدم الأطفال، بيحاولوا يسلوا بعض من لا شيء، من العدم، من تحت الركام، من تحت الركام عم بيرسموا البسمة. نعم. والفرح. نعم. شو هالشعب العظيم، شو هذا هو الإيمان القوي. أبونا هذا إيمانهم الكبير بربنا، إنه هو إحنا مهما يصير حوالينا من مآسي وحروب، لكن ربنا قادر إنه يحمينا. وإذا كانت نهايتنا في هذه المحنة فلتكن، فهو كلياته إنه بإرادة ربنا. يعني فما في شيء من دون إرادة برحمة ربنا. بس أنا يعني يعني بستصعب كثير الدمار هذا والهيكب، يعني بيكون ربنا متألم أيضا على 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 البصير. يعني المستشفى بنقصف، الكنيسة عم تنقصف، الجامع، كل شيء إنساني تابع للكنائس، كل شيء إنساني تابع للمساجد، لدور العبادة، عم يقصف بطريقة وحشية. ما في مبرر بالعالم لقصف مستشفى. يعني طب الناس عم تنقصف بيوتها بيطلعوا برا، طب نعم. المريض المعلق معلق على الأجهزة، طب أنت بتقصف مستشفى، خلاص أنت هذا إعدام قصري، إعدام وحشي، إعدام. يعني كنت حضرتك بتحكي قبل ما نطلع على الهواء، يعني حتى الحيوانات لما بتفترس فرائسها ما يعني هذا ما نرى أبشع من اللي بنشوفه بالأفلام الوثائقية، كيف الحيوانات المتوحشة بتصيد غرائزها، اللي عم بنشوفه أبشع. يعني إشي مؤلم بطريقة. ومع ذلك كيف يستطيع الإنسان بإيمانه بصبره بسلوانه أن يجد هذا الرجاء وهذا العزاء في حياة المؤمن؟ الأردن قاعدة بتقدم
شيء رائع، شيء متقدم عن المتوقع حتى بالمرحلة، سواء كان بخطاب جلالة الملك ودوره الدبلوماسي، أو بخطاب الملكة، بخطاب الحكومة الأردنية من رئيس وزراء ونائب رئيس وزراء وزير خارجية، وأيضا الشعب يقدم شيء جميل. اليوم أعتقد أنه دعم فلسطين ودعم غزة يبدأ من دعم الأردن، والوقوف بشكل متكاتف مع هاي مع القضية، وحماية الأردن من أي لا سمح الله من أي محاولة لا الإساءة للأردن. هناك أصوات تخرج تتساءل أو توجه اتهامات، اليوم مش وقت هذا الحديث، اليوم الوقت أنه نقف كلنا متحدين. وأعتقد أنه الأردنيين بكل فسادهم لم يكونوا متحدين كما هم اليوم، لذلك دعم الأردن والتقديم للأردن والعمل من أجل الأردن، سواء حتى عمل الشخص في عمله ودعم الاقتصاد الأردني، هو دعم للأردن، وبالنتيجة احنا بنقدم دعم وموقف صلب تجاه اخوتنا في غزة، ودعم يعني مهم لدعم موقفهم ومناصرتهم امام هذه المآسي غير المسبوقة. يتذكر الإنسان وصية الرب: أحبب قريبك كنفسك. وما دعت إليه الكنائس من وقفات صلاة أو تضامن أو تعبير هو يأتي ضمن هذا الأمر، محبة الله الذي نلتجئ إليه في كل الظروف، ومن محبة الله ننظر إلى الآخر وبخاصة في آلامه، لأن الآخر المحبة المسيحية تجعلنا نشعر مع الآخر بأننا كلنا من نفس الكرامة وكلنا نفس المصير، وبهذه الظروف نحن نعاني من نفس الاحتياجات. وقال يسوع الكلمة الجميلة الشهيرة، خلاصة الشريعة والأنبياء: افعلوا للناس ما أردتم أن يفعله الناس لكم. فبالتالي المحبة هي هذه القوة العاملة فينا، القوة الإلهية العاملة فينا، وتسير عواطفنا وأفعالنا في هذه الأيام. نعم. القديس توم الأكويني يربط المحبة بالرحمة، ويقول المحبة قد تكون الرحمة قد تكون تعبير كبير عن الرحمة عن المحبة، لأن الإنسان يتأثر على بؤس الإنسان الآخر، ولكن الرحمة والعطاء هي فعل محبة ملموس مادي. بالتالي أنت رحيم أكثر عندما تسعى إلى رفع هذا الشقاء أو تبديد هذا البؤس الذي يعاني منه الأخ القريب.